أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل الذي رمز باسمه بخاء عين من اليمن يقول أسأل عن المشي، مشي السيارات والبشر على القبور فضيلة الشيخ، ما هو الحل لهذه المشكلة؟ وهل يجوز لبش القبور بهذا أم لا مأجورين؟ هذا حرام، امتهان القبور بالمشي، اللوث عليها ومشي السيارات عليها حرام شديد التحريم، لأن فيه اعتداء على الأموات، وحرمة الميت حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. يجب تسوير القبور، إحاطتها بشور يمنع المارة، يجب على من له أمر في البلد، يجب على من له أمر في البلد الأمير أو المحافظ أن يسور هذه القبور، أو رئيس البلدية، وهذا بالأخص من صلاحيات البلديات. يجب على من له ولاية من قبل ولي الأمر أن يقوم بتسوير هذه القبور، لأن هذا من جملة صلاحيات الواجبة عليه. وإن قام أحد من المحسنين الذين يرجون الأجر والثواب وسور هذه القبور فله أجر عظيم في ذلك، لما يترتب على عمله من حفظ القبور ودفع الأذى عن الأموات الذين لا يقدرون أن يدافعوا عن أنفسهم. فيجب تسوير هذه المقبرة أو عمل شبك حديد يمنع من الدخول إليها والاستطراق فوقها. وأما قضية النبش هذه تحتاج إلى نظر من قبل القاضي، قاضي البلد، ومن جهة أهل العلم الذين يرجع إليهم في هذه المهام العظيمة. نعم.